قد هذه ترى كلف غير محسوبه، يسموها كلف غير مباشره. صدقوني اكثر الناس، انا متاكد لو يحسب هذه الكلف الغير مباشره تطلع اكثر بكثير من المنتجات اللي ياخذها اللي تقي من اسباب المرض واثار المرض. اضافه انه الصحه ما تقاس بكفه معينه ماليه. يعني لما احط الصحه بيش اقيسها؟ ثم اكو مقوله جدا لطيفه اختم بيها، اقول لك كنا انا وصحتي نركض وراء المال. هذا خاصة جماعة الموت، كم موظف عندنا؟ شلونكم؟ زين. يقول أنا وصحتي كنا نسعى وراء المال، الآن أنا والمال نسعى وراء الصحة. دي يا أخوان عجيبة، إنه بالبداية يقول لك دير بالك على صحتك، الفلوس جاي لا تستعجل. إن شاء الله أراكم كلكم تحملون تاج الصحة وتاج الثروة بمعناها الشامل والصحة بمعناها الشامل. حياكم الله اخواني جميعا، وان شاء الله هسه مجال الاسئله. اقطع احمد بس حتى نجيب قهوه.